مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم دوما بكل الخير، ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج اقتصاد الربيع. واليوم سنحاول رصد التأثيرات الاقتصادية لحركة الربيع العربي ورياح التغيير التي هبت على المنطقة، على هذه الدول نفسها وهي التي شهدت هذه التحولات، وعلى دول الجوار والمنطقة، على العالم ككل. في المقابل كيف ستكون ملامح التغيير الحقيقي الذي ينشده المواطنون الذين هبوا لانتزاع حقوقهم، وكيفية إحداث تنمية مستدامة في المنطقة؟ الحديث عن حقوق الإنسان وتأمين هذه الحقوق ليصبح قادر على قيادة التنمية، وهل ستبقى ملفات البطالة والفساد مجرد ملفات للنظر والدراسة، أم لا بد من تحول جذري في السياسات كلها لطي هذه الصفحات المظلمة؟ سنتناول كل ذلك، ورحب بكم ورحب بضيفي هنا في الاستوديو. السيد خالد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال الإسلامي القابضة، ومن القاهرة سعادة السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب. أرحب بضيفي الكريمين وأرحب بكم. سيد خالد جناحي، أرحب بك معنا في استوديوهات المساء العربية. مساء الخير. ولعل الربيع العربي، أنا لا أدري، أحيانا بعض الأشخاص يتحفظوا على كلمة الربيع العربي، يسمونه التغيير، سمه ما شئت. على كل، قبل الدخول إلى الربيع العربي دعنا ندخل من البوابة العالمية لنشخص الحالة العالمية، ومن ثم ندخل على الربيع العربي كيف تشخصها في هذا التوقيت. لا، احنا طبعا خلينا نشوف الخلفية خلال العشر سنين اللي فاتت، خصوصا في يعني من 2000 وفما فوق، نشوف ان الفجوة بين الغني والفقير في كل الدول كبرت الفجوة. في بعض الدول مثلا تركيا من احسن الأمثلة، القطاع اللي انا اسميه القطاع المتوسط، الطبقة الوسطى، خلقوا طبقة وسطى كبيرة جدا، عشان كذا في استقرار مستمر وفي تنمية مستدامة في تركيا. إنما معظم الدول في العالم ككل نشوف الفجوة كبرت بين الفقير والغني. فأي عمود فقري لأي اقتصاد هو الطبقة الوسطى، مهم جدا نكون عارفين هذه. فإحنا لما نتكلم عن نسميها ماشيه الربيع العربية والصحوة العربية، كل أمور أخرى، الأمور الاقتصادية هي أمور عالمية ككل. احنا نشوف اليوم اوكيباي وول ستريت، اوكيباي وول ستريت يقول لك انه بجاستس على بين الفقير والغني، انه 1% فقط عندهم فوق 90% من مدخرات البلد في امريكا. نفس الشيء لما نروح على الهند، لما واحد بيروح لك بيقول لك موضوع الفساد، موضوع الفساد انه في 33 عائله عندهم معظم اموال البلد والاخرين ما عندهم شيء. فلا ناخذ انها فقط هي عربيه، انما هي عالميه. بس لما نيجي على العالم العربي طبعا له تاثير اخر، ان من سنه 1980 كتشخيص نشوف ان العالم العربي كان جزء لا يتجزا من العالم ككل، ان كان السوفييت، ان كان معظم الدول. اسف، نعم، يعني هذا حال الدنيا بالعمل الاعمال. لو خذينا احنا ان 1980 السوفييت ومعظم اسيا ومعظم افريقيا وامريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه كانوا مثل بعض، يعني الدول هذه كانت نفس الطريق. بس من سنه 80 وما فوق نشوف الدول الاخرى تغيرت، كان في تغير مستمر، انما الدول العربيه للاسف الشديد تمت مثل ما كانت في 1980. فالتغيير اتى للاخرين اسرع في موضوع الحقوق. الحقوق إن كانت حقوق اقتصادية، حقوق اجتماعية، وحقوق سياسية. فالأمور هذه طبعا أثرت مع في نفس الوقت التأثيرات العالمية الأخرى. فلما جاء الربيع العربي كل دخل على بعض، في حقوق اجتماعية وحقوق اقتصادية في نفس الوقت حقوق سياسية، كل تدخل مع بعض. إذا ندخل للربيع العربي، وأرحب بضيفي من القاهرة سعادة السفير جمال بيومي. يعني والعام 2011 كان هو عام الثورات العربية والتغيير بلا منازع. الحديث هنا يقودني إلى التوقيت، يعني لماذا في هذا العام تحديدا؟ هل كانت كل الأمور ربما مهيئة وتحتاج فقط إلى شرارة ومن ثم يحدث الانفجار، أم ماذا حدث في رأيك؟ مساء الخير. مساء الخيرات. هو حدث نوع من التجمد في حركة أداء دوائر الحكم، يعني الانفراد بالسلطة جعلها تعتقد أن الحالة آمنة،
وكما تعلم فإن السلطة المطلقة هي المرادف لفساد مطلق، لأن يشعر الذي يجلس على كرسي السلطة بطول المدة أنه هو المرجعية الأولى والأخيرة، وخصوصا عندما تكون هناك جوقة من المطربين حوله يهيئون له أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. فهذا الجمود مع حركة نمو كان لا بأس بها بالمرة، لكن حركة نمو إلى أعلى، وبدأنا نقيس الرفاهة في بلد بحجم مصر بعدد تليفونات المحمول، 70 مليون محمول، عدد السيارات ازداد بكثرة، وهذا دليل على فساد النقل العام مثلا، عدد أجهزة استقبال التلفزيون، لكن الجائع والفقير لا يتعاطى هذه الأشياء في قوت يومه. فحصل فجوة كبيرة بين الغني والفقير، وكما تفضل شريكنا في الحلقة أن المجتمع الطبقة الوسطى يعني انكمش بشكل غير عادي، وهي الطبقة التي فعلا تقود التقدم في المجتمع وتحدث التوازن بين الغنى المستشري وبين الطبقات الفقيرة اللي هي تعدادا تكون أكبر. والمقارنة صعبة لما تتكلم عن اقتصاد كاقتصاد مصر، وهو ثالث أكبر ناتج قومي في المنطقة العربية، ومع ذلك ستجد فقر كبير يتناول 30 أو 35% من المواطنين يكادوا يلمسون خط الفقر. فهنا البون شاسع، المقارنة مستفزة، ومن هنا كان الأمر يعني كان البلد مليء بالغاز الملتهب، وعندما اندلعت أول شرارة تداعى الأمر على طول البلد وعرضه، وفعلا حدث ما حدث، وهي الحمد لله ظاهرة طيبة. نعم سيد خالد جناح، يعني إذا سلمنا جدلا بأنه هو الربيع العربي، لا شك أنه في هذا التوقيت كان هناك شتاء اقتصادي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تزامن مع هذا الربيع، يعني إلى أي مدى ألقى بظلاله على الربيع العربي وعمق من مشكلاته الاقتصادية عندما بزغ هذا الربيع وجد العالم مشغول اقتصاديا؟ شو احنا يعني العالم ككل مثل ما قلنا في البداية، أن العالم عند بدأنا في 2008 طبعا مع المشكلة المالية في العالم، بعدين تأثرنا بالمشكلة الاقتصادية عالميا، فهاي طبعا لا تأثير كبير على الجميع. طبعا احنا في المنطقة خصوصا منطقة الخليج دائما نتكلم ان ليس له تأثير علينا. انا انسان خليجي عربي، فلست بمثل ما سميه عن الفراري هما الناس المجتمع الأوروبي المجتمع الأمريكي. فلو خذينا مثلا مدام لاغارد رئيس صندوق النقد العالمي واللي كانت وزيرة المال الفرنسية تقول أن تأثير الذي حصل أو اللي بيحصل في أوروبا وفي أمريكا تأثيره حيكون على معظم أجزاء العالم، بلدان الفقيرة والبلدان الغنية. بس إحنا إذا في تشخيص على الدول العربية مثل ما تفضل المستشار، أن لو خذينا مثل مصر تعتبر دولة غنية، إنما الناس فقراء. معظم الدول عندنا دول عربية خصوصا دول الربيع العربي، شوف الدولة ليس الدول الفقيرة إنما دول غنية، إنما الناس فقراء. طبعا أمريكان اليوم يقولون نفس الكلام، إحنا دولة غنية إنما الناس معظم الناس فقراء. بس طبعا في فرق، إن لو نأخذ الأرقام طبعا الفقر الأمريكي غير عن الفقر الآخر. أنا دائما أحب إن ما أتكلم عن الآخرين، إن عندنا إحنا مشاكل في بلداننا لازم نحل المشاكل هذه. في مشاكل معيشية كبيرة جدا، يعني مصر مثلا، مصر طبعا أكبر دولة عربية، الذي سيحصل في مصر سيؤثر على جميع الدول العربية. ولو أن دائما نحب نحط رأسنا بالتراب كالنعام، ولو أن اليوم في يعني من الربيع العربي أحد الأشياء الكويسة اللي طلعت من الربيع العربي، أن الناس بدأت شوية تطلع والتراب على رأسها، فالرأس بدأ يطلع من تحت التراب، والناس بدأت تتكلموا، فالناس بيسموا الأمور بمسمياتها. مثل في السابق الكل أصحاب مصالح، وخوفا على المصالح السكوت نعم سيدي كله صح، ولو أننا عارفين أن معظم الأشياء غلط. وصاحب النفوذ إذا اللي حواليه بيقول لك كل شيء صح وفي أشياء غلط، لا تلوم الشخص إنما تلوم اللي حواليك. فالنخب العربية للأسف الشديد، النخب العربية في السابق كانت أصحاب مصالح، أصحاب فقط يشوفوها من طرف واحد،
فليس كان موضوع، أنا دائما أتكلم عن موضوع الكفاءة. مثلا في البحرين، احنا البحرين بدينا واشتغل البحرين يعني باع كبير، واحنا بنعيش في البحرين الربيع العربي من سنة 2001، يعني لو واحد يشخص البحرين 2001 نعيش الربيع العربي، انما تعال في التنفيذ ليس بالسهولة اللي واحد يتوقعها. مثلا الرؤية الاقتصادية في البحرين 2030 هي مدروسة على شيئين، على تكافؤ الفرص والتنافس الشريف. لو بدينا في الدول العربية اليوم نخطط على كلام كويس، بس توضيع الخط ان كيف نعمل تدريد، انت اصلاحات جذرية عميقة في كل الدول، وكل ما تأخرنا في الاصلاح اي اصلاح ان كان سياسي اقتصادي اجتماعي، التأخير سيؤثر اكثر على صاحب القرار لما نبتدي، لان انت لازم تدفع ثمن لاي اصلاح ان كان.